عايش الدكتور فهد بن سعد المالك الذي العالم هي كبار العلماء. السماحة هي أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها. المملكة العربية السعودية أنجزت دوليا مشروع غير مسبوق، وهو مشروع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. إذا أردتم أن تسألون عن التسامح فاسألوا عن المملكة العربية السعودية. وتم تحديد 16 من نوفمبر من كل عام ليكون يوماً للتسامح.